النهاسه دي؟ النهارده في قبض يا مدام. وايه المشكله؟ الاستاذ علي نبهان بيقول ان هو كتب 4 موضوعات مش 3. قولي له المدام هتشوف الموضوع ده بعدين. في ايه تاني؟ اصلا انا قلت له الكلام ده قبل ما حضرتك تيجي، بس هو ما عجبوش الكلام وقال لي الحق حق. قال لك الحق حق؟ اه والله يا مدام. خلاص ادي له مكافاه الموضوع وقولي له المدام مش عاوز الشغل تاني منك. صباح الخير. ازيك؟ مالك فرحان كده ليه؟ نجحت. بجد؟ بدرجة مقبول بس نجحت. ألف 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 مبروك يا عاطف، ده إيه الخبر السعيد ده؟ لازم بقى أعزمك على العشاء النهاردة بمناسبة النجاح. تهاني. أيوة يا مدام. جاتول المكتب كله. حاضر. صباح الخير. صباح النور. قالوا لي حضرتك عاوزني؟ طبعا عايزك. عايز اقول لك الف مبروك يا سلوى. الله يبارك فيك يا استاذ. اتفضلي. التقدير اخباره ايه بقى؟ جيد جدا الحمد لله. حلو قوي. عايزك بقى تعملي حسابك الفتره اللي جايه دي هتكوني معانا في الجورنال بشكل رسمي. ده بجد؟ طبعا يا سلوى، انت مكسب لاي جورنال تشتغلي فيه. اعملي حسابك بقى احنا داخلين على شغل تقيل، هكلفك بموضوع مهم قوي. عايز اشوف شطارتك بقى. وانا جاهزه جدا ومش عارفه اشكر حضرتك ازاي. قولي لي الاول، ما تعرفيش حاجه عن عاطف ربيع؟ النتيجه بتاعته المفروض طلعت برضه. عاطف ربيع؟ لا بس اخر مره كان هنا في الجورنال شفته يعني، بس ده كان من فتره يعني. مش مهم، خلينا في الموضوع بتاعنا. الموضوع ده مهم قوي ومحتاج تغطيه حقيقيه، وعايز شباب بيحب المغامره. وانا مستعده يا استاذ. طب هو التحقيق اللي حضرتك عاوزني فيه ده عن ايه؟ ظاهرة التسول. يا دي بقت بشعة جدا يا أستاذ ومنتشرة وكل يوم عمالة تزيد يوم بعد يوم. حماسك ده شيء مطمئن جدا، بس خلي بالك بقى الموضوع ده ليه أكتر من زاوية. في ناس بتعتبر الظاهرة دي شيء مسيء جدا للمجتمع وللشعب، وفي ناس تانية شايفة إن الموضوع ده نصب واحتيال، وفي ناس شايفة إن الناس دول ضحية المجتمع، وفي ناس شايفين زاوية أخرى خالص إن المتسولين دول هم مجرمين المستقبل. ومش بس كده، ده شارع بقى عدواني جدا. كل دي زوايا مختلفة. في زاوية مهمة قوي عاوزين نقرب منها. ليه الدولة والمسؤولين شايفين وعارفين ومطنشين؟ طبعا دي زاوية مهمة جدا. طب هو عاطف ربيع هيكون مشارك في التحقيق ده؟ مش لما نعطر عليه الأول. أنا خايف ليكون الجو بتاع زهرة الربيع عجبه أكتر. لا ولا يهمك، أنا هعرف ألاقيه. عموما يا سلوى أنا عايزك تاخدي وقتك، الموضوع ده مهم وأنا عايز مفاجأة، ولو إني عايز أشرك معاكي حد من المحررين، لأن الشارع بقى صعب جدا والاحتكاك هيبقى أصعب. طب معلش سيبني أجرب نفسي الأول وهتشوف أنا هعمل إيه. على مسؤوليتك الشخصية. على مسؤوليتي. معقولة أبلة سلوى أنت عايزاني أخدك وأرميكي وسط الكلاب السهرانة دي بإيدي؟ جبل والهبلة. دي طبيعة شغلي وأنا متحمسة أوي للتحقيق ده. هو أنا أشتغل شحاتة بجد؟ يا ستي طب اسأليني وانا هقول لك على اللي انت عايزاه، ده انا عندي بلاوي متلتلة. يا مبسوطة، انا هسمع كل حاجة انت هتقوليها، بس السمع لوحده مش كفاية، لازم انزل الشارع واشوف بنفسي. ايه؟ هتساعديني ولا لا؟ ما اقدرش اتأخر عنك طبعا. هو انا اقدر انسى اللي انت عملتيه معايا؟ بس برضك بخاف عليكي. ما تخافيش عليا، دليني على حد كبير وكلمته مسموعة عندهم، وانا هروح له واخليه يحميني. اتفقنا؟ الامر لله. مفيش غير النعجة. مالك مش على بعضك ليه؟ ما تقعد عدل. اتفرج على الناس يا استاذة. انا عمري ما شفت النوع ده قبل كده. وماله النوع ده مش عاجبك ولا ايه؟ هي الناس دي بتطلع بالنهار. ايوه بتطلع بالنهار، بس الهيئة غير الهيئة. دول معظمهم عارفينك. زي ما انا عارفه بلاويهم بالظبط. بطل تبص. حاضر. انا جوعان. ايوه. محسن بيه الاهواني عاوز يحاسب على الترابيزه بتاعت حضرتك. ايه راي حضرتك يا فندم؟ طبعا لا. قول له مدام نجوى بتقول لك متشكرين وانت عارف انها بتحب تدفع حسابها. وبعدين هو مش شايف ان انا معايا راجل طول بعرض؟ احنا هنا يا فندم في خدمه زبايننا مش اكتر ولا اقل. وبنسمع الكلام سواء من حضرتك او من حضرته. ماشي شكرا. بعد اذنك يا فندم.
هو ايه الموضوع بالظبط؟ حدق قوي، فاكر انه ممكن يشتري سكوتي بعشوة، مش عارف ان كل حاجة ليها تمن. في حاجة يا فندم؟ مش عارف، فيك حاجة متغيرة. متغيرة ازاي يعني؟ مش قادر اعرف قوي، بس عموما هو تغيير الاحسن. المهم خلينا في الموضوع اللي انا عايزك فيه. هتسافر بيروت تاني. في مركب محمله ازاز تركي، كل الحموله ازاز. المركب واقفه في الميناء مش عارفه تفرغ حمولتها لاسباب مش معلومه ولا حتى تهمنا في حاجه. على ما يبدو ان المستورد مات او حصل له اي حاجه. الشركه بتاعتنا هتشتري الحموله والمركب تطلع من بيروت بالإزاز على اسكندرية. طب لما أخذ فندم يعني حمولة الإزاز دي احنا نخزنها فين ولا حتى هنبيعها ازاي؟ هنعطش السوق. لا ده نتعلم من سعادتك بقى. مصر فيها مصنع إزاز رئيسي بينتج نفس النوع الموجود على المركب، إزاز اللي بابه الشبابيك. وانت عارف ان حركة البناء ماشية زي الفل اليومين دول. يحصل ايه لو الفرن في المصنع عطل 10 ايام بس؟ والله فكره. بس السؤال هنا يا فندم بقى، احنا هنعطل الفرن ده ازاي؟ مش احنا اللي هنعطل، مهندس الصيانه بتاع الفرن هو اللي هيعطل. تمام. والحموله تتباع وهي على المركب ولا هتحتاج تتخزن ولا ايه يا فندم؟ ده لوزه مقشره يا سياده اللواء. دي عمليه على الماشي كده. اوعى تنسى ان الشركه بتاعتنا متعدده الاغراض. والله يا سياده اللواء.